أعزائي، أتمنى أن تكونوا بخير. نلتقي اليوم حول درس جديد بعنوان النسبة المئوية الثالثة التمثيلات مع أستاذتكم لمادة الرياضيات كمالي عواطف. إذا نبدأ بتذكير بسيط حول النسب المئوية وأعداد الكسرية التي تمثلها. إذا سبق وقلنا بالنسبة لخمسة وعشرون بالمئة هي 25 على 100، إذا اختزلناها تعطي 1 على 4، وهذا يعني أنها تمثل الربع. بالنسبة لخمسون بالمئة كتابتها الكسرية هي 50 على 100، بالنسبة للاختزال تصبح 1 على 2 وهي تمثل النصف. بالنسبة لخمسة وسبعون بالمئة هي 75 على 100 تساوي 3 على 4، إذا تمثل 3 أرباع. واضح؟ إذا نمر لتمثيل نسبة مئوية على شريط. أعطي النسبة المئوية التي يمثلها الجزء الملون في كل شريط. إذا لدينا هذا الشريط مقسم على 4 أجزاء، إذا النسبة المئوية التي نريد نحن هي فقط بالنسبة للجزء الملون، بمعنى 3 أجزاء من الشريط كامل. بالنسبة للشريط الثاني هو مقسم على 10. واضح؟ إذا نبدأ بالشريط الأول. الشريط الأول الذي فيه اللون الوردي قسم على 4، بالنسبة للنسبة المئوية هي 100%، إذا الشريط كله يمثل 100%. قسمناه على 4 أعطانا 25%، إذا كل جزء هو 25، بما أنه لدي 3 أجزاء ملونة، إذا 25 في 3 تعطي 75، 75 على 100 هي 75%، إذا الجزء الملون في الشريط هو 75%. واضح؟ إذا نمر للشريط الثاني. الشريط الثاني قسم على 10، إذا 100 على 10 تعطي 10، بمعنى أن كل جزء هنا يمثل 10%، إذا الجزء الملون هو 30%، لأن 10 في 3 هي 30%. واضح؟ نمر لتمثيل نسبة مئوية على دائرة. أعطي النسبة المئوية التي يمثلها الجزء المملوء في هذه الحالة. إذا في هذه الحالة الدائرة قسمت على 4 أجزاء، الجزئين الملونين هما جزئين فقط. واضح؟ إذا دائما النسبة المئوية 100%، الدائرة كلها تمثل 100%، إذا نقسم 100 على 4 تعطينا 25، إذا كل جزء فيه 25، بالنسبة للجزئين المملوئين هنا 25 في 2، هذا يعني أن الجزء المملوء في هذه الحالة هو 50%. واضح؟ الآن نمر لتمثيل نسبة مئوية بمخطط أعمدة. يمثل الجدول التالي الألوان المفضلة لمجموعة من التلاميذ. أتمم الجدول انطلاقا من المخطط بالأعمدة. إذا ها هو المخطط بالأعمدة. لدينا في محور الأراتيل، هذا المحور العمودي سبق وقلنا أنه يسمى محور الأراتيل، يمثل النسبة المئوية. بالنسبة لمحور الأفاصيل الأفقي يمثل الألوان، لدينا الأزرق البنفسجي الأسود. واضح؟ بالنسبة للجدول إذا سوف نرى هنا الأحمر، لدينا 10%. واضح؟ وضعناها وسط الجدول. بالنسبة لنسبة الأسود هي 45%، وضعناها في الجدول كذلك. بالنسبة للبنفسجي 25%، الأزرق 20%، هذا يعطي أن المجموع النسبة المئوية هو 100%. واضح؟ الآن دورنا هو إيجاد عدد التلاميذ بالنسبة لكل نسبة مئوية لكل لون. عدد التلاميذ إذا نبدأ هنا، لدينا بالنسبة للنسبة المئوية المجموع هو 100%، وبالنسبة لمجموع التلاميذ هو 80%. إذا نبدأ بـ80 في 25 قسمة 100 تعطينا 20، إذا عدد التلاميذ الذين يفضلون البنفسجي هم 20، وكذلك نكمل مع باقي الألوان. 45 في 80 قسمة 100 تعطي 36، بالنسبة للأسود 36، بالنسبة للأزرق 16، بالنسبة للأحمر 8. إذا هنا نستخدم العلاقة الثلاثية أو التناسبية، لأننا وسط جدول تناسبية. واضح؟ إذا للتحقق 8 زائد 8 زائد 16 زائد 36 زائد 20 تعطي 80. واضح؟ إذا بالنسبة للتمارين الواجب إنجازها هي كالتالي التي ترون هنا.